FM. الكلمة ليك. سؤال مباشر زياد الهاني، كمترشح منسحب من السباق الرئاسي، من ستدعم في الدورة الثانية؟ اللي نرى أنه يحقق أمال التوانسة وطموحاتهم في أنه يبنيوا دولة قوية، يبنيوا دولة حرة، يبنيوا دولة ديمقراطية، ويعيدوا لتونس الألق والإشعاع متاعها على الصعيد الإقليمي، على الصعيد القومي، على الصعيد الدولي. تونس ما هيش دولة عابرة في التاريخ، تونس دولة فني عريقة، تونس دولة ضاربة في القدم. يتغيروا الأشكال متاعها الدولة هذه بتغير الحقبات والمراحل التاريخية، عرفت مراحل متاع انتكاس، عرفت مراحل ازدهار وقوة. في كل مرة كانت تكبو، كانت بحكم الرصيد الحضاري والرصيد التاريخي والرصيد الثقافي اللي عندها والإمكانات اللي عند أبنائها والعراقة متاع شعبها والتأصل متاعه، كانت تعرف كيفاش تعاود ديما تقف على ساقيها وتحدد، معناها تكون في الموعد ديما مع التاريخ. نرى اللي الرئيس اللي باش يفسح المجال أنه باش الأحلام اللي انبعثت بعد الثورة أو في إطار السياق الثوري، باش يكون أدق مش بعد الثورة، في السياق الثوري أنها تتحقق. الرئيس اللي باش يوفر أو باش يسمح أو باش يخلق المناخ اللي ممكن أنه تتوفر من خلاله الحرية والكرامة اللي ينتفضوا من أجلها في التوانسة، اللي باش يخلق المناخ اللي باش تزدهر في البلاد وتحقق التنمية، باش توفر في الشغل، اللي باش يوفر المناخ اللي توفر فيه الأمن للتوانسة ويتمكنوا أنهم باش يقضيوا على الإرهاب. الكلمة ليك.